وفيما يخص أزمة سد النهضة، جدد المسؤول الأمريكي التزام بلاده ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري. فما دلالات تلك الزيارة على العلاقات بين القاهرة وواشنطن؟ وكيف تنعكس نتائجها على التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة؟ الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي من القاهرة رئيس تحرير الأهرام ويكلي الأستاذ عزت إبراهيم. أستاذ عزت، مساء الخير. يعني زيارات متتالية شهدتها القاهرة على مدى الشهور الماضية لكبار المسؤولين الأمريكيين في إدارة الرئيس جو بايدن، ما هي المؤشرات التي حملتها زيارة سوليفان الأخيرة إلى القاهرة؟ مساء الخير أستاذ عمرو. أعتقد أن الزيارة الأخيرة هي جاءت من أجل تلطيف الأجواء بعد مسألة خصم جزء من المساعدات الأمريكية لمصر، وأيضا في السياق الأكبر هي محاولة لرأب الصدع في بعض العلاقات بين الولايات المتحدة ودول عربية كبيرة مثل الإمارات والسعودية، التي هناك قاسم مشترك في الاختلاف حول بعض التفاصيل في العلاقات الثنائية، مثل ما حدث من سحب بطاريات الباتريوت من السعودية والتأجيل أو ترحيل صفقة الاف 35 مع الإمارات، وأضيف إليها مسألة المساعدات لمصر التي خصمت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من الموازنة الجديدة. بالتالي أنا شايف أنه خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان هناك سحابة كبيرة في المنطقة حول أن الولايات المتحدة تستعد للرحيل أو أنها سوف تخرج من المنطقة، وبالتالي أرسلت الإدارة الأمريكية بهذا الفريق الأمني على أعلى مستوى من الأمن القومي، مستشار الأمن القومي ومساعديه، منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكجيرك، أيضا إلى جانب جاك سوليفان. بالتالي أرى أنه هناك بالفعل محاولة أمريكية لتقريب وجهات النظر في كثير من القضايا والتأكيد على العلاقة الاستراتيجية. بخصوص هذه العلاقة الاستراتيجية، يعني خبراء كثيرون يتحدثون عن متانة العلاقات المصرية الأمريكية فيما يتعلق بالجانب العسكري والجانب الأمني على مدى 4 عقود. هل نستطيع القول أستاذ عزت بأن هذه النقطة تحديدا تمثل حجر الزاوية في العلاقات بين القاهرة وواشنطن؟ هذا ما أكدته الولايات المتحدة نفسها أكثر من مرة، وعلى لسان وزير الخارجية الأمريكي وعلى لسان كبار المسؤولين في طاقم الأمن القومي الأمريكي. بالتالي أعتقد أنها من البديهيات مسألة التعاون العسكري والتعاون الأمني، خاصة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يتطلب تنسيق أمني رفيع المستوى على أوجه عديدة هي محل نقاش في واشنطن. لابد من إعادة بناء التحالفات من أستراليا حتى البحر المتوسط من أجل الوقوف في وجه أي عملية إعادة تكوين جماعات إرهابية على مستوى كبير. مصر تلعب دور مهم في مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، وهذا ما أكد عليه الوفد الأمريكي. أيضا هناك تقارب شديد في الرؤى، خاصة فيما يخص ليبيا. الولايات المتحدة تدفع في العملية السياسية ومصر أيضا، ومحاولات إعادة يعني توحيد المؤسسات العسكرية الليبية هي أولوية لمصر والولايات المتحدة. بالتالي مصر تحتاج من واشنطن 3 أشياء: ما يخص ليبيا وما يخص إثيوبيا سد النهضة وما يخص عملية السلام، أن تؤكد الولايات المتحدة على حضورها في هذه الملفات وتبذل جهد أكبر من أجل الوصول إلى نتائج حقيقية في الملفات الثلاثة. طيب أستاذ عزت، قبل أن نكمل حديثنا لنتوقف عند بعض التغريدات التي تفاعلت مع ملف زيارة المسؤول الأمريكي المستشار الأمن القومي إلى القاهرة، أبدأ بتغريدة جمال رائف يقول فيها: مشاورات سياسية بين وزير الخارجية سامح شكري ومستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في توقيت مهم للتباحث حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأيضا تبادل النقاش حول الوضع الإقليمي. وهنا سنجد 3 ملفات يقول جمال، هم الأبرز: ليبيا وفلسطين وسد النهضة. أما خالد الهاشمي فيقول في تغريدته:
لقاء ممتاز بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان. مصر أهم دولة عربية وسياسة التصادم معها أو مقاطعتها سياسة خاطئة يروج لها اليسار الأمريكي والإسلام السياسي. سياسة فاشلة وزيارة المستشار رد في محله. أما أخيراً صبري الدفراوي فيقول السيسي يوجه رسالة حادة حول سد النهضة. الرئيس ناقش مع جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي مستجدات سد النهضة. الرسالة واضحة وحادة، مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها. المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل الأزمة. في هذه النقطة تحديدا أريد أن أسألك أستاذ عزت، يعني المسؤول الأمريكي جدد التزام بلاده ببذل الجهود الحثيثة من أجل ضمان الأمن المائي المصري، كيف يمكن فهم هذا الموقف، هذه العبارة، هذا التصريح؟ أعتقد أنه بعد صدور البيان الرئاسي من مجلس الأمن بخصوص ضرورة العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان، أعتقد أنه مصر تنتظر من المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة أن يقوم بجهد حقيقي من أجل دفع الجانب الإثيوبي للجلوس على مائدة التفاوض والتوقف عن التعنت المستمر في هذا الملف. وبالتالي أعتقد أنه مسألة التأكيد على الحقوق المائية لمصر وأيضا أخذ في الاعتبار الحقوق الآخرين في التنمية هي مسألة، يعني أعتقد الولايات المتحدة لديها من القنوات ولديها من الوسائل التي يمكن أن تضغط بها في هذا الاتجاه، حتى لو كانت هناك مشاكل مع النظام الإثيوبي فيما يتعلق بالوضع الداخلي في إثيوبيا نفسها. شكرا جزيلا أستاذ عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام وكيل.